36 عاماً هو الوقت الذي استغرقته المركبة الفضائية فويجر 1 لتخرج من المنظومة الشمسية في حدث تاريخي كبير كأول مادة من صنع البشر تتخطى حدود هذه المنظومة وتصل إلى هذه المسافة من الكون. هذه المركبة التي صمدت في الفضاء منذ صيف 1977 وأرسلت آلاف الصور من المنظومة الشمسية لوكالة ناسا يأمل الخبراء في أن تنقل معلومات نوعية عن ما وراء المنظومة. فويجر 1 تبعد عن الأرض حالياً حوالي 19 مليار كيلومتر، وعلى الرغم من صعوبة الطبيعة الفضائية هناك إلا أن 5 أجهزة فائقة الحساسية لا تزال تعمل على متن هذه المركبة ولا تزال ترسل تقاريرها عن طبيعة البيئة المحيطة. وفي حال بقيت المركبة في بيئة شبه خالية من الأجسام الفضائية التي يمكن أن تهددها، فمن المرجح أن تستمر المهمة لملايين السنين أو إلى الأبد، وعندها ما علينا إلا أن ننتظر أسرار الفضاء الواسع.